الآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. نعم ميرنا إيهاب مرة ثالثة، إليك ميرنا. شكرا لكم رجائي وإيمان، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9، الأسكندرية 16-10، مطروح 15-8، بورسعيد 17-10، والإسماعيلية 18-7. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9، العريش 16-9، طابة 15-10، شرم الشيخ 23-13، والغردقة 24-12. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 9، أسوان 24-9، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 24-15، وأخيرا حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.